السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الرئيس الموريتاني يؤكد اللانية لديه في الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، ويقول إنه سيدعم شخصا آخر. العفو الدولية تنتقد الأوضاع الحقوقية بموريتانيا، والناطق باسم الحكومة الموريتانية يشيد بواقع الحريات في البلاد. تشكيل الحكومة في المغرب يصل الباب المسدود بعد مضي أزيد من 4 أشهر دون التمكن من تشكيلها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز إنه ليست لديه أي نية للترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، وإن تغيير الدستور لا يخدم مصلحته الشخصية، وإنما يهم مصلحة البلد ومؤسسات الدولة، ومن شأنه ترسيخ الديمقراطية. ما عندي أي نية للترشح لمأمورية ثالثة. لو كانت عندي هذه النية لطرحتها في لغيرنا الدستور، ولكن الدستور تغيير الدستور ما يخدم شخصي أنا، ما يخدم شخصي، وأعترض أن يكون تغيير أن يكون في أي تغيير دستور لخدمة أي شخص. التغييرات اللي غايمين بها هي تغييرات تهم البلد وتهم مؤسسات الدولة وترسيخ الديمقراطية فقط. وأضاف العبد العزيز في مقابلة أجرتها معه قناة فرانس 24 أنه سيدعم شخصا آخر بصفته مواطنا موريتانيا ومسؤولا عن ما يجري في البلد، ولديه الحق في اختيار من يراه مناسبا لقيادته. نعم، سندعم شخصية أخرى لأني مواطن موريتاني ومسؤول بالأمور في البلد، وبالتالي ما يمكن لي أن أكون غير مسؤول عن ما يحصل في البلد، غير معني به. إذا ما قمت بمساندة شخص نحتسب عنه هو اللي يمكن أن يقود البلد وأنه عنده قدرات، نصبح غير موريتاني. من هو هذا الشخص؟ يجي إن شاء الله هذا الشخص. وحول قضية المخيطير قال العبد العزيز إن القضية تعتبر مشكلة مطروحة أمام القضاء، وإنه شخصيا ليست لديه أي رؤية بشأن تسويتها، وإن القضاء هو من سيبت في القضية، مضيفا أن الملف أثار الكثير من الجدل خارج البلاد. ما عندي أي رؤية لتسويتها لأنها قضية مطروحة أمام العدالة، والعدالة هي اللي عندها مشكلة مطروحة للعدالة، ما هي للسلطة التنفيذية. مشكلة مطروحة للسلطة التشريعية القضائية، مطروحة عند السلطة القضائية، والأمر عند بين يدي القضاة هم اللي يبتوا في الأمر إن شاء الله. ولكن هذه احنا ما نحتسب عنها مشكله لانها اثارت الكثير من الجدل خارج البلد. هناك قوانين وخاصه تطبق. لا شان منفصل، حيث اشاد الناطق الرسمي باسم الحكومه الموريتانيه محمد رمين وللشيخ بواقع الحريات في موريتانيا، مضيفا ان البلاد لا يوجد بها سجين سياسي او حقوقي. وقال الشيخ خلال تعليقه على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الوضع الحقوقي في موريتانيا خلال عام 2016، قال إن بعض المنظمات تصدر أحيانا تشخيصات بناء على معلومات مغلوطة ترد من جهات غير موثوقة. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد نمين للشيخ في تعليق له على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الأوضاع الحقوقية في البلاد خلال عام 2016 يقول إن موريتانيا تتمتع بحريات عامة مطلقة على مستوى التنظيم والتعبير والتظاهر. وأضاف للشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أنه لا يوجد بها أي سجين سياسي ولا حقوقي. نحن نعرف عن موريتانيا إنها فيها حريات مطلقة عامة، حرية التنظيم، حرية التعبير، حرية التظاهر،
حرية النضال بمختلف أنواع السلمية هذه موجودة في موريتانيا، ولا في ونعرفوا عن سجون موريتاني تعرفونها ما في سجين سياسي ولا في سجين من أجل التعبير عن رأيه ولا من أجل تظاهره ولا فيه سجين حقوقي. وقال ولي الشيخ إن بعض المنظمات تصدر أحيانا تشخيصات بناء على معلومات مغلوطة ترد من جهات غير موثوقة، ما يجعل تقارير المنظمات تتناقض في الكثير من الأحيان. فيه منظمات للأسف أحيانا تصدر قرارات وتشخيصات بناء على معلومات مغلوطة من مصادر ما هي موثوقة ولا هي أمينة ولا هي نزيهة، ولذلك تلاحظون هذاك يجي تقرير وبعد فترة يجي تقرير أيضا مخالف له ويجي تقرير يستدرك عليه ويجي تقريرات متناقضة في هذا المجال. يغير بعد احنا اللي نعرفه واللي معروف عن موريتانيا ما هي مصنفة من دول العالم، اللي حتى التصنيف الأخير اللي ذكره شو 20 دولة ليست منها موريتانيا اللي شهدت هذه سنة 2016 خروقات لحقوق الإنسان. وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا حول الوضعية العامة لحقوق الإنسان على مستوى أزيد من 150 دولة خلال عام 2016، وانتقدت المنظمة في جزء التقرير الخاص بموريتانيا سجن من وصفتهم بمناهض العبودية في موريتانيا وفرض قيود على حريات الرأي والتعبير والتجمع. ووصف التقرير ظروف الاحتجاز بالقاسية وقال إن التعذيب منتشر، وإن موريتانيا أصدرت قوانين جديدة تجرم الاسترقاق والتعذيب وتعتبرهما جرائم ضد الإنسانية. وصل تشكيل الحكومة في المملكة المغربية الباب المسدود بعد مضي أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية، وكلف أمينه العام عبد الإله بن كيران بتشكيل الحكومة، وينتظر أن يدفع العاهل المغربي باعتباره المجسد للسلطة الدستورية باتجاه تشكيل الحكومة أو تكليف حزب آخر أو الإعلان عن انتخابات مبكرة. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. تتواصل بالمملكة المغربية أزمة تشكيل الحكومة، وبات واضحا أن ثمة أزمة ثقة في الهامش الديمقراطي الهش الذي تمارس فيه الأحزاب المغربية لعبتها الديمقراطية مع القصر، إذ يتحتم على الملك بوصفه المجسد للسلطة الدستورية أن يدفع باتجاه تشكيل الحكومة أو تكليف حزب آخر أو الإعلان عن انتخابات مبكرة لحسم وضعية الارتباك الحالي. فبعد أزيد من 4 أشهر من المشاورات التي أطلقها عبد الإله بن كيران لتشكيل حكومة جديدة بعد تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس له رئيسا للحكومة عقب تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية في 7 من تشرين 1 أكتوبر الماضي، خرج بن كيران ليذكر بأن حزبه جزء من معادلة الاستقرار السياسي في البلاد، وأنه بواقعيته السياسية دفع لتحول سلس في المملكة مما جنب المملكة عصار الربيع الجارف. يجب أن تكون عندنا الجرأة والشجاعة الكافية لكي نقول الأشياء الجارحة والمؤلمة والضرورية. مرة جاء ضيف، يعني صديق للأسرة ووالد الفتاة التي استقبلت أصدقائها، قال لابنته هاتي بأصدقائك، وهو كان رجلا ميسورا، فجلسوا معه فقال لهم مما تشتكون شباب أمام رجل ميسور؟ قالوا نشتكي من أنكم أخذتم كل شيء. الآن الأوان أن نرد بعض الشيء. ويبدو أن رئيس الحكومة بدأ في تحضير حزبه لمرحلة سياسية جديدة، فقد أكد في آخر لقاء له مع شباب حزبه أن المشهد السياسي لن يبقى كما هو الآن وإلى الأبد، فلا بد من حل، وقال قد نعيد الانتخابات رغم أننا قلنا إننا لا نريد الإعادة لأن الانتخابات هي لحظة مخاض صعب، وألقى بن كيران باللائمة على عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة على الأحزاب التي قال إنها لا تبالي بالديمقراطية. ويشهد الوسط السياسي المغربي حديثا واسعا عن استهداف حزب العدالة والتنمية من طرف السلطة، فقد كشف حميد شباط رئيس حزب الاستقلال جانبا من خيوط مؤامرة سياسية قال إنها تستهدف الحزب الإسلامي ذي القبول الواسع في الأوساط الشعبية المغربية، حيث اعتبر شباط أن رؤساء الأحزاب
تداعوا إلى اجتماع ليلة 8/1 أكتوبر الماضي بعد إعلان نتائج الانتخابات بيوم واحد ليتداولوا في قرار الإعلان عن رفضهم جميعا المشاركة في حكومة يرأسها العدالة والتنمية وتوجيه ملتمس للملك بتعديل الدستور. وقال شباط إنه رفض هذا القرار وانفض الجمع بلا قرار، وهذا ربما ما دعا بن كيران لوصف الوضع في بلاده بأنه مشهد خيالي غير معقول. أكد رئيس الموريتاني محمد عبد العزيز أن العلاقات بين موريتانيا والمملكة المغربية تعتبر علاقات تاريخية ويجب العمل من أجل الدفع بها نحو الأحسن كما هو الشأن بالنسبة لعلاقات موريتانيا مع جميع البلدان. وعبر عبد العزيز خلال مقابلة مع قناة فرانس 24 عن الطموح إلى بناء المغرب العربي خدمة لشعوب المنطقة، مضيفا أن من الواجب اتحاد الجهود في سبيل تجاوز التحديات. نتمنى أن دائما تتحسن وتكون في الوضعية اللي خاصة تكون فيها، لأن علاقات تاريخية وعلاقات قديمة ويجب أن نقدمه كل ما يدفعها إلى الأمام. نحن مستعدين على كل حال، وهذا هو هي النظرة اللي عندنا بالنسبة لجميع العلاقات مع دول الجوار كلها وحتى دول العالم. وأيضا نحن طموحنا ما يكون في تطوير وعلاقات مع المغرب، نحن طموحنا كقادة وكشعوب في المنطقة هي بناء المغرب العربي، لأنه هو اللي المغرب اللي يخدم، بناء المغرب العربي هو اللي يخدم الشعوب المنطقة. لأن الدول من حولنا في غرب إفريقيا في جنوب إفريقيا كلها متحدة وفيها مجموعات اقتصادية وبدأت توصل إلى أهداف، ومن واجب نحن في المغرب العربي أن نتحد جهودنا وأن نتخطى أيضا الأمور اللي تنطرنا إلى الوراء. إلى شأن منفصل، حيث طالبت النقابة الوطنية للمعلمين في بيان صادر عنها بالصرف الفوري للعلاوات منددة بما سمته تدمير ثقة المدرسين في مشروع مدارس الامتياز بعدما وصفته التلاعب المخجل والاستغلال المبتذل لمعنويات المدرسين وحرمانهم. ونددت النقابة في بيانها بما وصفته الخصم العشوائي الذي قالت إن رواتب عشرات مديري مدارس التعليم في موريتانيا تعرضوا له خلال هذا الشهر. ومعنا في الاستوديو نوين بنت شيباني مسؤولة شؤون المعلمين بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين. أهلا وسهلا. بداية، ما طبيعة مشكلة النقابة الوطنية للمعلمين؟ نعم، النقابة الوطنية للمعلمين بصفها نقابة تدافع عن حقوق المعلمين في أي مكان من الأراضي الموريتانية، تقف أمام هذا التلاعب لا عقلاني، وامام هذه الابتذاليه التي تقوم بها وزاره التهذيب ووزاره الماليه لالاف من المعلمين اقتطعوا رواتبهم، وكذلك ايضا الاف من مدير المدارس خصموا من كل واحد من 23,000 بدل ان يقوموا بزياده رواتبهم، خصموا منهم مبلغا معتبرا. ضف الى ذلك عدم صرف علاوة الزواجية وعلاوة البعد، وكذلك عدم صرف علاوات معلمي مدارس الامتياز التي أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية 2015، وكذلك بعض المدارس تطالب بسنة وخمسة أشهر، والمدارس الحديثة الإنشاء تطالب بخمسة أشهر، وكانوا على ثقة أن الوزير يتعامل معهم بصدق وبنية سليمة، لكن في الأيام الماضية ظهر عكس ذلك، حيث أن الوزير كان يقوم بإعطائهم مواعيد خالية. وكذلك أيضا عندما سألوا عن المقرر الذي أنشئت بموجب هذه المدارس والذي أيضا يلزم الوزارة بصرف هذه الرواتب، وجدوه قد ضاع من الوزارة. طيب، هل توجد لدى النقابة إحصائيات دقيقة بشأن عدد هؤلاء المعلمين أو المديرين؟ نعم، توجد في ملف وديعة في مجلس الموالي والفتوى
فيه مسألة الأسلاك، وفيه أيضا عدد المعلمين الذين خصمت رواتبهم، قطعت رواتبهم بسبب إما بسبب مرض كان بعض المعلمين مريض ووصل إذنه متأخرا، وإما بأغلاط ما على سبيل الغلط. هذا الملف ودع عند الفتوى والمظالم، ووصلنا أمس أنهم تناولوا هذا الملف، درسوه وتناولوه، وأنهم كم يصل عدد هؤلاء؟ لا أعرف كم يصل، ولكن هو في هذا الملف محدد عدد كثير من المعلمين ومن المعلمين ومن مديري المدارس. مدارس الامتياز هذه أيضا، هذه المدارس أنشئت مرسوم الرئيس الجمهورية، وكان يعطي كان من الأجدار بها أن يعطيها عناية خاصة، وكان الناس ينظرون إليها نظرة أن هذه المدارس ستكون من أفضل المدارس واقعا، لواقع المعلم فيها سيكون واقعا معتبرا، وأن كذلك واقع التلاميذ أيضا، وظهر عكس ذلك. طيب في إطار هذه المشاكل التي يشكو منها المعلمون وبعض مديري المدارس كما ذكر البيان، يعني ما آخر عهد لديكم بالوزارة وما الذي قدمت لكم؟ الوزارة ذهبت إليها مجموعة من المعلمين، من ذهبوا إليها في السنة الماضية، وظلت تراوقهم حتى آخر عهد بينهم وبينها في السنة الماضية شهر 12، التزم لهم الوزير بأن هذه العلاوة ستصرف، وعندما لم تصرف في الوقت الذي أعطاه الذي حدد الوزير، حدد لهم عيد الأضحى أنها ستصرف قبل العيد، وعندما جاء عيد الأضحى لم تصرف، وحدد لهم الشهر الأول من هذه السنة ولم تصرف. هم الآن يطالبون الوزارة بعام وخمسة أشهر، علاوة عام وخمسة أشهر، ومدارس دار النعيم ودار النعيم وعرفات والميناء يطالبون بخمسة أشهر. هل من ضمن هؤلاء مثلا معلمون خارج العاصمة نواكشوط يعانون نفس الوضعية؟ نعم، يواجهون نفس التحدي؟ نعم نعم نعم، المعلمون يعانون في أي مكان من البقع الأراضي الموريتانية يعانون. لا بخصوص هذا الإجراء بالضبط. نعم، هذا الإجراء يعاني منه عدد كثير من المعلمين. ضف إلى ذلك أن الوزارة قبل هذا التزمت التزامات ولم تقم بها، التزمت أنها ستقسم قطع أرضية على جميع المعلمين على امتداد التراب الوطني، ولم تقسم هذه القطع إلا على الولايات الشمالية، وبقي المعلمون في جميع ولايات الوطن الأخرى يعانون من هذه المراوقة. وكذلك نحن من هذا المنبر نطالب ب صرف هذه العلاوات في أقرب وقت ممكن، ونطلب من الوزارة أن لا تدفع بالمعلمين إلى تحرك عكس التيار، لأننا إذا لم تصرف هذه العلاوة سنحدد وقتا للتوقف، سنقف ساعة عن العمل. لكن أنتم الآن ماذا أمامكم بعدما أوصلتم الملف إلى يعني الفتوى والمظالم كهيئة معنية؟ نحن نرجو أن تحل الفتوى والمظالم هذه المشكلة، وأن تضع حدا لهذه المعاناة، أن تضع حدا لمعاناة المعلمين في جميع أصقاع موريتانيا. وكذلك نطالب من رئيس الجمهورية الذي أنشأ هذه المدارس، والذي كان الناس يظنون أنه سيعطيها اعتبارا خاصا، أولا أن يوفر لنا طباشير صالحة للكتابة، لأننا من أراد منا أن يقدم درسا يبدأ يصرف يقوم بصرف وقت كثير، لأن الطباشير لا تستطيع الكتابة على الألواح ولا على السبورات. كذلك أيضا نطلع الجميع أن هؤلاء الذين الآن يطالبون بسنة وخمسة أشهر لم يتوقفوا يوما واحدا عن العمل، ولم يأتوا إلى الوزارة إلا وقت فراغ بعد خروجهم من المدارس وبعد خروج التلاميذ منها. إذن وأيضاً أشكرك نوين بنت الشيباني، مسؤولة شؤون المعلمين بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين، شكرا جزيلا لك. إلى الشأن الفلسطيني، حيث حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري مما وصفها الأخطار المحدقة التي قال إنها تحيط بالأقصى من كل جانب. وأكد عكرمة خلال خطبة الجمعة أن الاحتلال ماض في سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستعمرات على الأراضي المغتصبة. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
أفادت دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس بأن 50,000 مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن المسجد الأقصى تحدق به الأخطار من كل ناحية، وهناك محاولات مستمرة من المستوطنين المقتحمين لأداء صلوات تلمودية في رحابه. وأضاف أن عددا من أعضاء الكنيسة والوزراء الإسرائيليين السابقين اقتحموا المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة، كما أن أحد المستوطنين قال في تصريح له إن المسجد الأقصى لليهود. وأكد أن الاحتلال ماض في سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستعمرات على الأراضي المغتصبة، ورصدت مليارات الدولارات للمستوطنات ولصالح المؤسسات التعليمية الدينية اليهودية. وأوضح أن السياسة الأمريكية تؤيد بشكل صريح وواضح موضوع يهودية الدولة، وبحسب ادعاءاتها فإن مصادرة الأراضي لا تقف عقبة أمام حل القضية الفلسطينية. واستنكر موقف السلطة الفلسطينية الذي قال عنه إنه يلهث وراء المفاوضات الفاشلة والعقيمة والعبثية التي تهدف إلى تزايد عمر الاحتلال، عادا بأنه موقف مضحك ومبكٍ في الوقت ذاته. وأكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا أن أرض فلسطين ليست للمساومة ولا للمقايضة. نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى يبحث تأثير الطريقة التيجانية ومراحل تطورها في موريتانيا. شارك فيه عدد من قادة الطريقة بموريتانيا وبعض البلدان المجاورة، وبحث الملتقى العلاقات التاريخية بين الشناقطة وبعض رواد الطرق الصوفية في البلدان المجاورة كالسنغال. نتابع. ملتقى في نواكشوط حول تأثير الطريقة التجارية وتطورها في موريتانيا، ومعرض على هامشيات لتسليط الضوء على العلاقة الروحية التي تجمع بين الشناقطة ومختلف الطرق الصوفية خاصة التجارية. مدير الدراسات والبرمجة والتعاون في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية بموريتانيا قال إن الطريقة التجارية لعبت دورا كبيرا في تأسيس رباط قوي بين الشعوب الإسلامية وتوحيدها ونشر الإخاء والسلام بين اللسانية جمعاء. التجانية كونت رباطا قويا بين الشعوب الإسلامية، وهو أمر ينبغي أن يقوي في أيام الناس هذه حتى ينتشر الإخاء والحب بين المسلمين. ويقول المشاركون في هذه التظاهرات من وفود وزائرين إنها تأتي إحياء وتخليدا لتلك العلاقة التاريخية بين الشناقطة ومختلف أتباع طريقة التجارية في السنغال، وهي علاقة تبرز إسهامات الشناقطة في نشر الدين الإسلامي في بعض بلدان إفريقيا. تدل على متانة العلاقات التي كانت تربط بين مشايخ الشنغيط ومشايخ السنغال. وما شاء الله بعد وفاة سيد الحاج مالك سي أيضا سار الخليفة أبو بكر سي على نفس النمط. والعلاقة التجانية الموريتانية الإفريقية علاقة وطيدة، وليست فقط في الدول المجاورة وإنما في السودان وفي نيجيريا، وعلاقة متشابكة. وشملت التظاهرة زيارة للمعرض المقام بهذه المناسبة بالمتحف الوطني بنواكشوط حول التجانية في موريتانيا وإفريقيا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يؤكد اللانية لديه في الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، ويقول إنه سيدعم شخصا آخر. العفو الدولية تنتقد الأوضاع الحقوقية بموريتانيا، والناطق باسم الحكومة الموريتانية يشيد بواقع الحريات في البلاد. تشكيل الحكومة في المغرب يصل الباب المسدود بعد مضي أزيد من 4 أشهر دون التمكن من تشكيلها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.